اهلا بمحبي قناة الدكتور حمدي. النهاردة بإذن الله هنستكمل الموضوع بتاعنا اللي هو خاص بالترانسفورمر. ان شاء الله هنبدأ النهاردة الدرس الثالث في موضوع الترانسفورمر. هنتكلم على الفلوكس، هنتكلم على الايديال ترانسفورمر، هنتكلم على التيرنز ريشيو بتاعت الترانسفورمر، هنتكلم كمان ازاي احنا نعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري او من السكندري البرايمري بالنسبه للبارامتر بتاعه الترانسفورمر اعتمادا على مين؟ اعتمادا على التيرنز ريشيو. ان شاء الله هيبقى الحلقه فيها حاجات مفيده جدا، استنونا وتابعونا بعد الفاصل مع تحياتي دكتور حمدي. السلام عليكم. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل بنتكلم ان احنا ان شاء الله هنستكمل موضوع الترانسفورمر. قلنا ان احنا نتكلم على الايديال ترانسفورمر والالمنت المختلفة اللي هي موجودة في الترانسفورمر. فاحنا لو بصينا مثلا على سبيل المثال على الفلوكس الموجود في الترانسفورمر، هنلاقي ان احنا لو بصينا للسيركت اللي قدامنا دي، مجرد ما نيجي على البرايمري نوصله بالترنيتنج فولتج هيمر كارنت في البرايمري وايندنج. هذا الكرنت هيولد لي فيلد او هيولد لي فلكس. هذا الفلكس هينقسم لجزئين، جزء منه هيمر من البرايمري يمشي في الكور بتاع الترانسفورمر ويروح يقطع لي السكندري، وجزء تاني هي ايه، مش كل اللي هيقطعه هيقطع ملفات البرايمري فقط. الجزء اللي بيروح من البرايمري للسكندري بنسميه الميوتشوال فلكس وبنرمز له بالرمز فاي ام. طيب اما الجزء اللي موجود في البرايمري فقط ما بيقطعش الا البرايمري بس بنسميه الليكش فلوكس او الفلوكس الهارم. الفلوكس ده بالنسبه لنا طبعا بيبقى فلوكس غير مستفاد بيه. هذا الفلوكس بنرمز له بالرمز فاي 11 زي ما احنا شايفين كده. عندنا الفلوكس الميوتشوال فلوكس لما راح من البرايمري قطع الوايندنج بتاع السكندري هيولد فيها انديوسد ام اف، وبالتالي بما ان احنا حاطين هنا لود هيمشي كرنت، ويبقى عندنا كمان في برضه هيتولد نوع من انواع الفلوكس. هذا الفلوكس هيقطع ملفات السكندري برضه فقط لا غير، فبنقول على هذا النوع من الفلوكس اللي هو الليكش فلوكس الخاص بالسكندري. يبقى انا عندي كده خلاصه الموضوع، انا عندي ثلاثه فلوكسز. في فلوكس بيمشي من البرايمري للسكندري ومن السكندري للبرايمري، ده بنقول عليه ميوتشوال فلوكس بيمشي في قلب الكور. في فلوكس تاني بيقطع البرايمري بس ما بيروحش للسكندري، فبنقول عليه الليكش فلوكس الخاص بالبرايمري. في فلوكس تاني بيبقى موجود في السكندري بيقطع السكندري فقط، فبنقول عليه ده الليكش فلوكس بتاع السكندري. هذه هي ايه انواع الفلوكسز المختلفه اللي بتمشي في الكورس او اللي بتقطع السكندري او اللي بتقطع البرايمري بناء على ان انا وصلت باور سبلاي للبرايمري سيركت. طيب لو احنا حبينا نتكلم على الانديوسد ام اف المتولده في الترانسفورم، طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا في فلوكس اللي هو اسمه الميوتشوال فلوكس مر من البرايمري لمين؟ للسكندري. لو احنا افترضنا ان الفلوكس هنمثله كانه عباره عن هو الترنيتنج فلوكس، لو افترضنا ان هو عباره عن ساينسويدال سبلاي يبقى الفلوكس فاي بيساوي فاي ماكسيمم ساين اوميجا تي. الفاي ماكسيمم دي ترمز للبيك فلوكس، والساين اوميجا تي ديت اللي هي عباره عن الفيريشن بتاع الفلوكس على شكل ساين ويف. طيب نتيجه ان الفلوكس ده قطع الروتور قطع اسف البرايمري هيولد في انديوز ام اف طبعا لقاعده فاراداي، بيبقى الاي انديوزد اللي هي في البرايمري يعني تبقى ماينس ان في الدي فاي على الدي تي لانها عكس القوه عكس الايه الباور المسببه ليها وعكس الفولتج المسبب ايه ليها طبعا لقاعده فاراداي، عشان كده الان ديت بنشرطها نيجاتيف. طب تمام، يبقى احنا كده يبقى الانديوز ام اف اللي هيتولد لي في البرايمري وايندنج هيتولد نتيجه لمرور فلوكس اللي هو هيقطع البرايمري ويروح على السكندري. طبعا لفاراداي احنا بنقول ان الان الاي انديوست بيساوي ماينس الان عشان ده فلوكس ده انديوست فولتج بيحاول يقاوم الفولتج المسبب للاصلي طبعا لقاعده فاراداي في معدل التغير في الفلوكس. معدل التغير في الفلوكس معناها دي فاي على دي تي، يبقى انا كده مطلوب مني ان امسك معادله الفلوكس دي
اعمل لها عمليه ديفرنشيبل. لما اعمل لها عمليه ديفرنشيبل هيطلع لي بالنسبه طبعا للتايم، طبعا كده الساين هتبقى كوزاين، والاوميجا دي هتخرج بره مع الفاي ماكسيمم كده، يبقى عندنا الاي بتساوي ماينس اوميجا في الان في الفاي ماكسيمم كوزاين اوميجا تي. طب احنا لو جينا حبينا نحولها للساين، طبعا كلنا عارفين ان الكوزاين متقدمه على الساين بزاويه 90 درجه، عشان كده احنا لما نيجي نعملها تبقى اوميجا تي ماينس 90. دي الاي 1 هتبقى اوميجا في ان 1 في فاي ماكسيمم على ساين اوميجا تي ناقص 90. ممكن ناخد الترم ده كله كده ونسميه، بما ان دي اي 1 انستنتينيوس هنسمي الكلام دوت البيك فاليو، وهنقول عليه اللي هو اي ام اي كبيره، او البيك فاليو بتاع الفولتج انديوس فين في البرايمري وايند. طيب لو جينا للاي 1، الاي 1 دي هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن البيك فاليو. طب احنا لو حبينا نخليها في صيغه ار ام اس فاليو يبقى هنقسمها على ايه؟ على جذر 2. يبقى هنسمي الاي دي هنستبدلها مثلا وليكن باي ماكسيمم 1 مقسومه على جذر ايه؟ 2. وهنبتدي نحط الترمات اللي كانت موجوده قبل كده. هنبص نلاقي ان العلاقه دي في الاخر مع لما اجي اشيل اوميجا واحط بدلها 2 باي اف والكلام ده كله، وعندنا الان طبعا قسمنا على جذر 2. هنبص نلاقي الانديوسد ام اف المتولد في البرايمري وايندنج ممكن نعبر عنه ان هو ايكوال 4.44% في الفلاكس في الان 1، طبعا عشان احنا بنتكلم على البرايمري في الفاي ايه ماكسيمم. بنفس الطريقه نتيجه ان الفلاكس قطع السكندري وايندنج هيتولد فيها فولتج، هذا الفولتج ماينس ان 2 في الدي فاي على الدي تي. اما نيجي نفضلها ونمشي بنفس الاسلوب هنلاقي ان الاي المتولده هتبقى او الاي ماكسيمم يعني هتبقى عباره عن 4.44 اف في الان 2 في الفاي ماكسيمم. يبقى احنا كده استنتجنا معادله الفولتج بتاعت مين؟ بتاعت الترانسفورمر، وسواء اللي بيتولد في البرايمري وايندنج او اللي بيتولد فين؟ في السكندري وايند. طيب قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الترانسفورمر ومكوناته وازاي هنرسم الايكويفالنت سيركت بتاعته، بيبقى من المفضل ان احنا نعبر عن الترانسفورمر في الاول بس عشان نفهمه كايديال ترانسفورمر. يعني ايه ايديال ترانسفورمر؟ ايديال ترانسفورمر معناه ان احنا هنهمل الريزيستنس بتاع الوايند، هنهمل الليكش فلوكس اللي احنا اتكلمنا عليها. كمان بيبقى السيلف والاندكتنس والميوتشوال اندكتنس طبعا مفيش فرق ما بينهم، فبالتالي الفرق ما بينهم زيرو، ماشي؟ وهنهمل طبعا اللوسز نتيجه ان احنا اهملنا الريزيستنس والاندكتنس، وكمان هنفترض ان كوفيشن كابلنج كنت بواحد. معنى كده زي ما احنا شايفين خلاص مش هيبقى فيه لا لوسز ولا اي حاجه، والفلوكس كله المتولد هنا هيروح من البرايمري وايندنج للسكندري وايندنج ويولد فيها فولتج اسمه اي 2، ده بيعتمد طبعا على النمبر اوف تيرنز فقط لا غير. اوكي؟ بمجرد ما اروح جاي موصل البرايمري بايه؟ بمصدر الباور. ولو شفنا الموضوع ده كويس هنلاقي ايه؟ ان طبعا كلنا عارفين ادي مثلا قلنا دوت الفي 1 والاي 1 والاي 2 هيبقوا في الايه؟ في الناحيه الاكسيه، لان هم بيتولدوا نتيجه لتاثير الفي 1 فهم بيحاولوا يقاوموه، فطبعا بيبقوا الفرق ما بينهم وبين بعض هي الايه؟ هي الاشاره. اضافه لكده كمان كلنا عارفين ان العلاقه كده اصبحت ما بين التيار والفولتج هتبقى او الفلكس، لان الفلكس هو في الاخر برضه كرنت، تمام كده؟ هيبقى الاثنين بيربندكولار على بعض باعتبار ان مفيش ليكج رياكتنس او اي حاجه زي كده خالص يعني، او مفيش رياكتنس عندي. طيب لو جينا بقى نشوف الترنز ريشيو بتاعت مين؟ بتاعت الترانسفورمر. في الحقيقه موضوع الترنز ريشيو ده مهم جدا عشان نرسم الايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر. فاحنا عشان نحسبها لو تصورنا ان احنا عندنا الانديوسد ام اف في الروت في البرايمر في السكندري هنقسمهم على بعض، هنلاقي ان النسبه ما بين لما نحط قيمه الاي 1 ونحط تحتها قيمه الاي 2 الاي 2 الارقام اللي احنا قلنا عليها 4.44 ومش عارف الكلام ده كله، الكلام ده كله يصير مع بعض يتفضل من هنا هو ان 1 مقسوم على ان 2، فهنا الموضوع ده المفروض دي ان 2 بس دي غلطه كده ايه مطبعيه او في الكتابه يعني. يبقى اي 1 على 2 اللي هي ان 1 على ان 2 هنرمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز ايه؟ معنى كده احنا قلنا في الايديال كيس ان الاي هي الاي كبيره، فبالتالي يبقى الان 1 على ان 2 هي الترنز ريشيو بتاع الترانسفورمر. ده معناه ان انا لو عندي ستيب اب ترانسفورمر المفروض كده هيبقى الان 2 اكبر من الان 1، فبالتالي اللي هيحصل معانا ان دوت ستيب اب ترانسفورمر. لو الان 1 هي الاكبر من الان 2 فبنقول عليها دوت هو ستيب داون ترانسفورمر. لو جينا نبص على العلاقه ديت او انا استنتج برضو العلاقه ما بين
احنا في الاخر الاي انديوزد في سواء في البرايمري او في السكندري دي حاجات يعني ايه قياسها بيبقى في مشكله شويه، لكن انا الاسهل لي نقيس الفولتج بتاع السبلاي والكرنت اللي خارج من السبلاي والفولتج والكرنت المتولدين في السكندري وايندنج. هحط كرنت، هحط مثلا فولتج او فولتميتر يعني، واروح جاي حاطط اميتر هنا وهنا، هقدر اقيس الكلام ده. تمام، نظرا ان احنا مفترضين ان الانبوت باور هي الاوتبوت باور نظرا لعدم وجود لوسز، فالمفروض هيبقى عندنا ان الانبوت باور هي الاوتبوت باور، يعني في 1 في اي 1 بيساوي في 2 في اي 2. ده معناها لو احنا قسمنا، خلينا الفولتات في ناحيه والتيارات في ناحيه، يبقى في 1 على في 2 هيساوي اي 2 على اي 1، اللي هي تعتبر بالنسبه لنا نفس التيرنز ريشيو اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هي سميناها ايه. طب ايضا لو حبينا نحسب الانبوت باور والاوتبوت باور، بالنسبه لي الانبوت باور هي الفي 1 في الاي 1 في كوزين الزاويه ما بين الفي 1 والاي 1. البي اوت بوت هي عباره عن الفولت بتاع السكندري مضروب في تيار السكندري في الزاويه ما بين الفولت والتيار الخاصين بالسكندري. طيب تعال نشوف بقى ايه علاقه الاوت بوت بالانبوت باور. مثلا لو احنا اتكلمنا عن البي اوت، احنا عندنا ديت في 2 تمام وديت اي 2. طب نستبدل بقى كل ما بما يخصه، احنا عندنا المفروض في 1 على في 2 بيساوي الايه، يبقى معنى كده ان الفي 2 هي عباره عن في 1 مقسومه على ايه، يعني احنا لو شلنا دي كده حطينا ديت كده وجبنا دي مكانها، يبقى على طول الفي 2 هي عباره عن في 1 على ايه. بالنسبه كمان عندنا الاي 1 هو عباره عن ايه، الاي 1 هو عباره عن اي ممكن نستبدله على طول، او اي 2 اسف ممكن نستبدله على طول بايه، بايه، ب ايه في اي 1، على اساس ان احنا هنعوض بالايه، بالفي 2 والاي اي 2 في البرايمري. عايزين نشوف الاوت بوت باور ايه علاقته بالانبوت باور مع وجود الايديال ترانسفورمر يعني. في اللحظه دي يبقى الفي 2 هنشيلها هنحط في 1 على ايه، عشان دول هيتبدلوا مكان بعض. وبرده عندنا ادي الاي 1 اهوت، هنستبدل الاي 2 بمين؟ بالايه في الاي 1، لان دول كده يبقوا كروس مالتبلاي. هنبص نلاقي ان الايه راحت مع الايه، يبقى اذا البي اوت بوت باور هو عباره عن في 1 في الاي 1 في كوزين الزاويه ما بين ايه؟ ما بين الاثنين. وبالتالي كده هيبقى الانبوت باور هو الاوت بوت باور. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الترانسفورمر قبل كده، وقلنا ان هو عباره عن بيكون من كور ودايرتين كهربائيتين منفصلين عن بعض كهربيا ومرتبطين مع بعض عن طريق الماجنتيك فلكس. طب دلوقتي احنا لو حبينا نحول الدايره دي لدايره كهربائيه، فالحل الوحيد بالنسبه لي ان هعمل ريفيرنج. مثلا لو انا بتكلم هحول من عند السكن البرايمري، فهحول الدايره دي كلها ناحيه البرايمري، يعني معناها ان انا لازم انسب الدايره ديت للايه؟ للبرايمري، بتاعت السكندري لازم انسبها للبرايمري. من شويه حسابات كده هنبص نلاقي ان ايه؟ ان احنا عندنا الار 1 ماشي في البرايمري، لو حبيت اعمل لها ريفير للسكندري اقسمها على التيرنز ريشيو باور 2. الار 2 لما احب اعمل لها ار 2 طبعا دي موجوده في السكندري، لو حبيت انسبها للبرايمري يبقى هضربها في ايه؟ باور 2. يبقى اذا انا في الترانسفورمر المفروض لما اجي اعمل هذا الموضوع، يبقى انا لو عايز انسب ار 1 للسكندري، اي حاجه عايز انسبها للسكندري هقسمها على التيرنز ريشيو بتاع الترانسفورمر او على مربع التيرنز ريشيو بتاع الترانسفورمر. واحنا هنا بنتكلم على البارامتر فقط، اللي هي بارامتر بتاعه الترانسفورمر اللي هي الار والاكس، او بمعنى اخر الريزيستنس والرياكتنس. تمام، اي ريزيستنس واي رياكتنس فين؟ في الترانسفورمر. بناء على كده يبقى خلاص احنا لما نحب ننسب البرايمري للسكندري، اجيب الريزيستنس بتاعت البرايمري واقسمها على ايه؟ باور 2 او مربع التيرنز ريشيو. طب لو انا عايز اقسم، انا عايز احول السكندري للبرايمري، فاحنا هنعمل ايه؟ نروح جايبين الار 2 ده هنستبدلها بايه؟ باور 2 في الار 2. وعلى فكره احنا بعد كده مش هنكتب الريشيو دي، وهنسمي الكلام دوت اي حاجه ما نسميش في مكانها او منسوبه لمكان ثاني، هنسميها بمسماها بس هنحط عليها داش، يعني تبقى كده الار 1 على ايه باور 2 اللي هي موجوده هنا دي، هنسميها ار 1 داش. لو انا عايز انسبها للسكندري، الاي باور 2 في الار 2 ديت هنسميها ار 2 داش لو انا عايز انسبها للبرايم. برده عندنا الاكس 1 برده المفروض هتقسم على اكس على ايه باور 2 لو عايز انسبها للسكندري، والاكس 2 لو عايز انسبها للبرايمري هضربها في التيرنز ريشيو او في مربع التيرنز ريشيو. لغايه كده يبقى احنا ايه؟ خلصنا النهارده الفلاكس، اتكلمنا على الانديوز ام اف، اتكلمنا في الانبوت باور والاوت بوت باور، اتكلمنا على الايديال ترانسفورمر، كمان اتكلمنا على ان احنا ازاي نقدر ننسب ال
البارامتر بتاعه الموتور ل اسف البارامتر بتاعه الترانسفورمر للبرايمري او للسكندري ان شاء الله باذن الله. في الدرس الجاي هنتكلم على ان احنا ازاي نقدر نستنتج الايكويفالنت سيركت بتاعه الترانسفورمر. اتمنى ان الدرس بتاع النهارده يكون مفيد بالنسبه لحضراتكم. ان شاء الله انتظرونا في دروس لاحقه لاستكمال موضوع الترانسفورمر. مع تحياتي وتحيات القناه، قناه الدكتور حمدي. السلام عليكم.